السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنتكلم عن الديب ليرنينج وازاي بيخزن الداتا بتاعتنا في الكمبيوتر. يعني طيب، أول حاجة نتكلم عن كمبيوتر كاونت سيستم، اللي هي الأنظمة بتاعتنا، يعني اللي هو الديسمال والباينري والهيكس ديسمال والأوكتمام. الكمبيوتر بيتعاملش غير مع زيرو وون، تمام؟ فأنت الكمبيوتر عندك بيخزن الداتا في شكل صفار وواحد. طب دي لو كانت ارقام يعني عادية، يعني الحرف الزد بيبقى متعرف في رقم باينري دي. طب الصوت الفوليوم بيتعرف ازاي؟ الصوتيات. الديسمال والهكس ديسمال بتتقسم لحاجات اصغر منها، ودي يعني بيخليها تسجل عندك صوتيات، الحاجات اللي فيها صوت. طيب الديب ليرنينج بيتعامل مع صوت واحيانا كولرز، يعني في صوتيات. ففي عندنا حاجه اسمها الار جي بي. طب الار جي بي ده بيتخزن ازاي جوه المصفوفات او كده؟ بيتخزن جوه اري، تمام، على حسب ترتيب الاري. ليه تفهم الكلام ده؟ لان الكلام ده هتحتاجه جوه في الديب ليرنينج، في النيورال نتورك، لان انت تتعامل مع رو وكولومز، تمام. طيب النقطة بقى بتاع الماث اوبريشنز. طيب ال AI، طب المصطلح ال AI ده جه منين؟ جه من ال NI، ال NI، تمام، او ال artificial intelligence. جه من natural intelligence. ايه natural intelligence ده؟ يعني الانسان زي ما انا بقول، يعني هو بيشوف كل حاجة ويقلدها. فهما شافوا كادوا الذكاء بتاع الإنسان وولدوه في ذكاء آلة. طب الذكاء الآلة ده بيعمل إيه؟ طيب في حاجة اسمها الإدراك. يعني الإنسان معروف في حاجة اسمها الإدراك، تمام. الإدراك بتاع الـ artificial أو الديب ليرنينج، خلينا محددين أكتر، بتاع الديب ليرنينج هو تحت مسمى الإدراك، التحفيز، التفسير، المعالجة، تمام، الفعاليات. لو انت عملت كذا انا حافظك واديك بوينت زيادة، فتبقى تحت بند الادراك. طيب عندنا الرسمة الجميلة دي. طيب عندنا artificial intelligence، machine learning، deep learning، data science، وعندنا حاجة اسمها big data، تمام. خلينا نتكلم اول حاجة، يعني اللي مش احنا هنتكلم، الكورس بتاعنا هيكون عن deep learning ان شاء الله يعني. بس ال data science وال deep data science وال big data، اي حاجة، اي data بيجي لك عندك، او خلينا نقول ان عندك اي problem، تمام، لازم تلاقي لها solve. طب ال problem اللي عندك دي ازاي تقول ان ال problem دي هدخلها deep learning؟ لو انت مش قادر تعالجها، مثلا لو هي في اكسل شيت مش قادر تعالجها، كمية ال data اللي عندك كتير. وخلينا برضو نقول حاجة، ان ال AI مش زي ال programming language. يعني ال programming language عندك if else، لكن دوت مش programming language بتتعامل معاه او لغة، لا انت بتدخل لها، هي بتتغذى على الداتا. فلازم ان الداتا اللي عندك تكون داتا clean، تمام، داتا نظيفة، تمام. لكن انت اللي دخلت له داتا اي كلام هيطلع لك نتائج اي كلام. كل ما الداتا عندك تكون نظيفة، كل ما كان الاكيرسي بتاعتك او نسبة النجاح الموديل اللي انت عامله عندك ناجحة. تاني حاجة ولازم تفهمها، انت عندك بروبلم لازم تلاقي لها سولف. طب البروبلم اللي عندك دي هتستدعي ان انت هتدخلها على موديل ديب ليرنينج؟ طب طب انت فاهم الموديل دي او السولوشن ده ان انت حاطه، او الحل اللي انت هتحله للموديل ده في الديب ليرنينج، يعني انت فاهمه؟ طب انت فاهم الكولوم اللي عندك؟ طب الداتا اللي عندك ايه نوعياتها؟ طب انت هتحتاج الداتا دي كلها اللي جايه لك، ولا هتحتاج 2 كولومز منهم، ولا ايه بالظبط يعني؟ فلازم انت تبقى فاهم الديب ليرنينج، او انت رايح فين وجاي منين، تمام، عشان ما يعني انت الداتا عندك، انت بيج داتا، تمام، داتا كتير، ممكن تبقى الداتا مش كلير، فهتقعد تنظف الداتا دي. وانت المفروض ان انت عندك تارجت معين هتحققه، فلازم ان تكون الستارت بوينت بتاعتك والاند بوينت بتوعك تبقى مع حاجتين معروفين، والديب ليرنينج التايم بتاعك قد ايه، تمام. لان انت لما تيجي تخش في الديب ليرنينج انت عندك كذا تكنيكس هتستخدمهم على حسب الداتا اللي عندك. يعني احنا ما بنتكلمش مثلا في 100,000 ريكورد، او بنتكلمش مثلا في فيديو
مساحته مثلا 200 جيجا، تمام 200 جيجا ده ولا حاجة يعني. ده انت بتتكلم في انت عندك كمية داتا كبيرة جدا، فلازم تطلع accuracy لحاجة دقيقة جدا، تمام. فخلي بالك من النقطة دي، واسهل حاجة الكود يعني. سيبك بقى من الديب ليرنينج والاي اي والكلام ده كله، انت الكود اسهل حاجة تتجاب. الفكرة كلها فان انت تفكر في السولوشن الصح بس، من غير كلام كتير. طيب تاني حاجة عندنا يعني المفروض تفهمها هي الماثماتكس اوبريشنز، يعني العلامة دي بتعمل ايه، العلامة دي بالباي دي بتعمل ايه، تمام. تبقى فاهم الماث اوبريشن ليه، تبقى فاهم الماث اوبريشن. اعتقد اللي انا عندي كتاب هنا، ثانية واحدة. الماث اوبريشن تبقى فاهمه، لان انت لما بيجي لك موديل اي يكن الموديل ايه، بيتعامل معاك بحاجات ماثماتكس يعني ثانية اوريكم مثال، ننزل تحت كمان شوية. دي طبعا سيمبل للديتا يعني، طبعا ده اري هنشرح الكلام ده كله. عايز اوريلكم ده طبعا الاري الماتريكس يعني، تمام. بيجيبوا يعني طبعا كل الداتا عندك بتتعامل بالشكل ده، عشان كده انا قلت لك الارقام الباينري وال اوبتيمم المفروض الحاجات دي تبقى عارفها يعني. طيب دي منظر الداتا اللي عندك، او ده بيجيب لك لو انت يعني شغال في شركات او بتحل مسائل على كاجل او كده، بيقول لك الماث اوبريشنز المستخدم في الالجوريزم ده. فانت لازم انت تبقى فاهم ده ثم الماث اوبريشنز يعني. طبعا في حاجات متعقده يعني، حاجات زي كده يعني، وفي الاخر تلاقي حاجات تافهه خالص، فلازم تبقى فاهم ان الـ الكلام اللي مكتوب ده قدامك ده بيعمل ايه، يعني التارجت بتاعه ايه، يعني في الاخر الماث اوبريشن بتاعه يعمل ايه. طبعا اللينكات هسيبها لكم دي كلها تحت في الفيديو يعني. فالحاجات دي تبقى فاهم الـ العلامات دي. طبعا المفروض تبقى انت طبعا النيورال نتورك، في عندنا 3 نيورال نتورك يعني، هما دول اللي على الساحة. طبعا مش هنشرحهم دلوقتي، هنشرحهم في فيديو الشرح. بس كل اللي انا عايز اقوله لك في الفيديو ده يعني ان انت تفهم ان انت هدفك ايه ورايح فين، والداتا بتاعتك شكلها عامل ازاي. بس كده، شكرا واشوفكم في فيديوهات جاية. سلام.